الشاي يا طنط، الشاي يا بابا. جيتي في وقتك يا ريم. عارفه ان الحديث اللي بينكم بيدور عني، قلت اقدم الشاي، يمكن تكونوا عايزيني. احنا بندور على راحتك يا حبيبتي. يبقى الحقيقه تتقال. وايه المانع؟ ده السؤال اللي انا عايزه اعرف اجابته. اذا كان اللي انت شفتيه حقيقي اجاوبك. طبعا حقيقي. اذا كانوا كلهم شهدوا الزور ضد نوح، فجايز ده علشان بينهم وبينه حاجه، بينه وبين شكل عفر، بينه وبين العمده، حتى لو ما كانش فيه سبب. تقدري تثبتي العكس ازاي وهم كلهم شهدوا شهاده واحده؟ صعب يا حبيبتي، صعب. سهل قوي يا طنط، سهل تبرئه نوح. هيبقى سهل ازاي بس يا ريم؟ ايه الكلام ده؟ لاني هقول الحقيقه، ويا انا يا هم. الغريبه اني باهي معاك يا ريم. باهي؟ ايوه، رغم ان تصرفات نوح ده مش عجباني من زمان ابدا، لكن قال ريم مادام قالت انا معاها ومصدقها، عشان كده انا جيت معايا الحل الوحيد اللي في مصلحه نوح. انت تسكتي خالص يا حبيبتي، واحنا هنجمد الموقف هنا. يعني هيبقى متجمد هنا وبس. يعني ايه يبقى متجمد هنا وبس يا طنط؟ يعني البحث جاري وخلاص في دايره المركز، بس ده معناه انه مش هيتواجد هنا تاني، ويفضل الاتهام سيف مسلط على رقبه نوح، مش كده؟ وايه اللي هيرجعه هنا تاني اذا كان هو اللي هرب؟ خلاص خلاص، هو الموضوع ينتهي كده فعلا، وانت من بكره ترجعي لدراستك يا ريم. لا يا بابا، لا. لا؟ يعني ايه لا؟ انا مش شايفه لزوم خالص ان انا ارجع الجامعه تاني. انا معايا ياسمين بيه، وباهي هيتبسط جدا للخبر ده. طبعا، لانه عارف اني مش هسكت، مش هرضى ان الحقيقه تموت على لساني، لكن وانا هنا بينكم ممكن اسكت. مختار، ايه اللي جابك؟ انت تريد باللي حصل؟ نوح جالي. نوح جالك؟ ايوه يا مال. ابويا فين؟ مش سامع له حس. من بعد صلاة الفجر وهو في المنظرة جوا. صباح الخير يابا. مختار، ايه اللي حدفك على جهنم دلوقتي؟ جهنم اللي سبت نوح وسطيه وقفلت عليك بابك يابا. ما يقدر على القدرة غيره. حصل اللي حصل ده كله وبعدها تهمينه، هو اللي حينجيه. مفيش مخلوق يقدر يوقف قصاد الشر ده كله. خلاص، جلال الدين الألفي اللي كان السند والظل اللي باقي اندفن حي. هو بس اللي باقي واللي فاضل. روح يا مختار، خلي امك تفطرك، زمانك جاي على لحم بطنك. لا يابا، انا مش جاي عشان امي تفطرني، لا، انا جاي عشان الحقيقه تبان وما تندفنش. دي اقصى حاجه قدرت اعملها. لا، انا واثق انك تقدري تعملي اكتر من كده يا ريم. ما قدرتش، وما عدتش تثق فيا بالطريقه دي من هنا ورايح. ليه يا ريم؟ استاذ مختار، كل اللي فات ده ما كانش في محلي. اوعى تصدق اني ممكن اقف مع مصلحه غير مصلحه سليم الدرمالي، او مع دنيا غير دنيا الدرمالي. اللي فوق فوق واللي تحت تحت، دي كانت حاله شاذه وانتهت. كان ممكن ما تبقاش حاله شاذه لو جاونت كل الزيف اللي حاصل، كل الفوارق المصنوعه بين البشر. طول ما الظلم عايش وبيلاقي اللي يسنده هيفضل فيه مظلوم، والمظلوم هيجيله يوم ويظلم اللي ظلمه. دايره بتدور ومحدش يقدر يوقفها.
من فضلك أرجوك مفيش داعي لإزعاجي من هنا ورايح. إزعاجك؟ ومن هنا ورايح من فضلك تبقى تراعي المسافة اللي بيننا. أنت بتقولي إيه يا ريم؟ ريم هانم لو سمحت. مفيش داعي للكلام هنا دلوقتي. ولا هناك. أنا خلاص مش راجعة الجامعة تاني. أنت إيه اللي جرالي يا ريم؟ مع السلامة يا أستاذ مختار. ايه ده؟ مش الواد ابن عزوز ده؟ ايوه يا بابا. ايه اللي جابه هنا؟ كان جاي يطمن على موضوع نوح. نوح؟ الموضوع ده مش انتهى خلاص؟ انتهى يا بابا. أنا عارف صحيت من النوم ملقيتوش، بس أنا كنت متصور شكلك غير كده خالص لما كان مختار بحكي لي عنك. شكل اللي أنت كنت متصوره أنت ولا غيرك هيتغير خلاص. إزاي؟ بعدين هتعرف. قول لي يا حسيب، ما تقدرش تلقالي شغلانة؟ شغلانة؟ قوي قوي. تحب تشتغل إيه؟ يعني أنت متأكد للدرجة دي؟ أيوة يا سيدي، بس قول. يعني محتاج لشغلانة تجيب لي فلوس كتير ومهما كان فيها تعب. فلوس كتير؟ ايوه حسيب، فلوس كتير. ما هي دي بقت الجوه. يبقى عينك على المعلم جبالة. مين المعلم جبالة؟ ابويا تاجر خردة كبير، والخردة موصلاه لفوق، وصديق عزيز لضباط الاحتلال ورجالات المال والسياسة التخان قوي. عجيبة. ده يبقى ابوك؟ ايوه ابويا. ايه العجيبه في دي؟ عجيبه انه يبقى ابوك، وعجيبه انك صاحب مختار. مختار يعني ما يتعاملش مع حد بيتعامل مع الاحتلال. وهو يعني كان لازم ابقى زي ابويا يا سنوح، ولا شيل ذنبه؟ عندك حق يا حسيب. نرجع بقى لموضوعنا. محلول، بس انا عايز اسالك سؤال. انت ليه عايز فلوس كتير؟ عشان زي ما قلت لك يا حسيب، الفلوس بقت هي الجوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مختار؟ انت فين يا ابني؟ سافرت البلد يا مختار؟ ايوه يا نوح. والوضع ايه بالنسبه لنوح؟ طمني على الخاله ام وحجاب. قرايبها راحوا لها المستشفى وهياخدوها تعيش معاهم. ونوح؟ ريم هانم جمدت الموضوع على اساس ان نوح ما يروحش البلد. ما يروحش البلد؟ يبقى دي اوامر الهانم. هي ما قالتش اكتر من كده. واضح انها خاضت معركة وصلتها للياس. وصلتها للياس؟ ايوه. ريم ما عادتش هترجع الجامعة تاني. معقولة؟ ريم هتتجوز باهي. باهي بيه زي هي ما بتقول. هي اللي قالت لك الكلام ده؟ ايوه. نوح، احنا لازم نرتب لقعادك في مصر. رتبنا خلاص. نوح هيشتغل مع المعلم جبالة في الخردة. المعلم جبالة؟ اشمعنى؟ هو يقولك، وانا علي نفذ. معادنا بكرة نقابل المعلم جبالة. انا مش شايف داعي لحكاية الخردة دي يا حسيب. نشوف حاجة تانية. لا يا مختار، انا شايف لها داعي. مادام الخردة هتوصلني في الاخر للسلاح. سلاح؟ السلاح اللي اقدر اواجههم بيه. طب اسيبكم دلوقتي ترسوا على بر، عقبال ما اروح اشوف مية ابوي. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. طلعت عارفة كل حاجة. الهانم عارفة كل حاجة يا مختار. عارفة؟ عارفة ايه؟ انت هترجع تتكلم بالالغاز تاني؟ عارفة انا بقى مين. انت نوح؟ لا. هنرجع تاني لحكاية ابو زيد الهلالي وخضر الشريفة تاني. ابو زيد الهلالي خلاص يا مختار. عارف مين يبقى ابوه؟ عارف ان ما هوش لقيت. عارف ان ابوه يبقى رزق الهلالي بنفسه. نوح، ما توضح وتريحني. جلال الدين الالفي. مال يبقى ابوي. ايه؟ خميس ما كانش ممكن يكذب وهو بيموت. بيموت بسبب يا مختار. خميس قال لك كده؟ الحاج الزام هو اللي قال. وقال ان الهانم عارفه انك ابن جلال بيه.
ايوه عارفه ان انا ابنه الشرح والحاج زدان معاه اوراق بداه. ورق؟ ورق يعني ايه؟ يعني كان لازم بيت الحاج زدان يتحرك، كان لازم الدكتور فؤاد يموت، لانه اكيد كان هيتكلم، على الاقل كان هيخلي جلال بيه يسافر. اه وده اللي مش ممكن الهانم ترضى بيه، انه يتعالج ويرجع تاني. كل شيء بقى واضح يا مختار، وكلام خميس بيتاكد. لكن ليه؟ ليه جلال بيه يسيبك السنين دي كلها؟ هو ده اللي انا هعرفه منه لما يرجع. يرجع؟ لو انت فاكر انني هسيبه، حتى لو هو كان نكرني، ده ابويا. لكن هو من الاصل لو مش ده اللي يهمني دلوقتي يا مختار. كل اللي يهمني دلوقتي ان جلال بيه يخرج من الحبسه اللي هو فيها، وانا اللي هخرجه. تخرجه؟ وهترجع ازاي اذا كانت الهانم منعك تعبت بالبلد؟ مش عارف يا مختار، بس لازم هرجع. زي ابو زيد ما رجع بعد ما طردوه، هينتقم منهم ومن كل ظالم. خدي يا سلامة البريزة دي، أنا لسه واخدها من عم مليجي وجيت لك جاري. خدي هاتي أيوتا حاجة. لا لا يا علي، أنا رايدة ترى أبوي، رايدة ترى أبوي منك يا سمام. ده يابا اللي كلمتك عنه. يا أهلا وسهلا، بس أنت ما حكتليش تعرفه منين؟ ده قريب مختار. مختار؟ مختار مين؟ مختار مين؟ مختار زميلي يابا، زي ما تعرفوش، ما انت شايفه معايا قبل كده 50 مرة. يا سيدي اوسى كدابة، بدل ما انت جايب واحد يشتغل عندي، ما تيجي انت تشتغل وتمد ايدك وتزفرها، على الاقل تحافظ على مال ابوك بعد عمر طويل. هانت يا معلم، بس لما ناخد الشهادة الاول. شهادة؟ شهادة ايه يا اخوي؟ ما هم بتوع الشهادات هم، ما حدش فيهم لاقي شغلة في شيء. ما حد في الغلب والغالة ده يقول الشهادات. الشهادات ايه؟ الشهادات يا معلم مش عشان الشغل والفلوس وبس، مش كل حاجة تنجز بالفلوس. عندك مثلا حسيب لما بيدرس القانون. الله الله الله، انت قاعد بتهفض بتقول ايه؟ هتعمل ايه بالشهادة يا اخويا وانت مش لاقي تاكل؟ مختار قصده حاجة تانية خالص يابا. شوف بقى، هو هيبدا معاك لحد ما انا اخلص واخده معايا ونخش على تقيل، وحنافسك في السوق يا حلو. والله انت بتاع كلام وحلنجي، ومنجوم لي كده على شويه عيال انا مش مطمن ليهم. انا مش عارف انت حكايتك ايه بالظبط. بقول ايه يا معلم، ناوي تشغلني ولا هترجع في كلامك؟ لا هتشتغل، المعلم كلمته ما تنزلش الارض ابدا. انت اسمك ايه؟ نوح. نوح؟ شكلك غريب واسمك عجيب وحالك كده، لا مؤاخذه لا يسر عدو ولا حبيب. يلا بينا يا نوح. استنى يا مختار، شوف بقى، عايزه معاك باحسن تمن قول، مش عايزه في غيرك كتير يا معلم. طيب يا غلباوي، عايزه. الله يبارك فيك يا مروان. الله يبارك فيك. متشكرين شرع لكل المشروعات المقبلة واللي فاتت. متشكرين. ألف مبروك. عجايب يا خالد، له حد لقى ياكل في البلد ولا في البندر ولا في البراري حتى عشان يدي يقول اروح ولا ما اروحش؟ شيء ما هو اصل المحصول يا مرسي. محصول ايه يا حسنين بس؟ محصول ايه؟ ما قلنا لكم من زمان محدش صدق. قلنا اللي هيفضل لابد في الجراتين اللي عداه هيجي عليه اليوم اللي ما يلاقيش حد يشتريهم منه ولا بمليم احمر كمان. البلد حالها تعبان.
مش البلد بس، البر كله تعبان، الدنيا كلها تعبانة. الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، مش كده بيقولوا عليها في الجرانيل برضو اليومين دول يا عزوزة فندي؟ لا مؤاخذة، أصلي ناسي إنك لعدت بتقرا جرايد ولا حاجة. وإنت من إمتى وإنت بتعرف تقرا جرايد يا عم مرسي؟ ابن ستوتة، ابن ستوتة اللي بيرد علي. ما تقولش ابن ستوتة كمان. طب لعلمك بقى يا ابن ستوتة إن اللي بيقرا لي الجرايد اليومين دول سليم به بذات نفسيته. أيوه سليم به اللي راح مع الست الهانم لآخر الدنيا وجابوا لكم ناس طيبين علشان يلحقوا البلد قبل ما تغرق. يلحقوها قبل ما تشحت في الأيام السودة دي. حينغنغوها آخر نغنغة. نغنغة محدش طايلها في البراري كلتها. قوم بنا غفير أنت وهو عشان نروح الزراعية. عشان نستقبل الناس اللي جايين من أوروبا. عايزكم تضربوا كده كام طلقة في الهواء عشان الكل يعرف إن البه والهانم رجعوا من أوروبا بعد شهر العسل. ربنا عالكل يا بتوع أوروبا. شايف يا عزوز أفندي اللي وصلنا له؟ شايف؟ هو اللي شايف، هو المطلع. اتفقوا مع بعض على الخلق، متكلين على ضيقة الأيام دي، وانت برضو قاعد وساكت. املي يجي أنا بإيدي إيه أعمله؟ سيبو كله تمام. زي قبله. يا ستة ما يشغلش بالي، يرجعوا بالسلامة. أورفوار مدام، أورفوار. راجعين من شهر عسل وهنا ايه بحر عسل. السعد كله مش ناقص غير ان سليم بيه يتلم بقى على الست هانم. والالف يا عمدة. يقطعني يا خواجه، داني ناسي صحيح انه لسه عايش. قول الكاتب بره كفاية. ليه بس يا خواجه؟ ده احنا خلصنا على الفلاحين اللي في الناحية، ولو قللنا اليومية اكتر من كده هيحمربوا. يومية تنزل لحد 2 مليم، وكله هيشتغل عمدة. كله ب2 مليم يا خواجه. اللي عاجبه. لا، في العيال الضنك دي كله يعجبه يا خواجه. حلاوتك مش بتقولوا الخواجه يكسب. طب قول الكاتب بره، الباش كاتب بره كفايه النهارده، وبكره نبقى نشوف. كلامك اوامر يا خواجه. كله يروح يا بلد. خلاص كله يروح، خلصنا النهارده. اترصصوا بقى على السكه الزراعيه عشان تكونوا في استقبال بهبه وارسطو اللي راجعين من شهر العسل اللي بيقضوه في لندن. انا ورايا انا اسفه يا ولاد، ما قدرتش. البركه في عم سليم بيه. والله رحمت نفسك من المشوار يا كل نار هانم. قولي لي يا ماما، جواباتي كانت بتوصلك؟ طبعا يا حبيبي، 3. بس ليه ما بعتتليش ولا جواب؟ يمكن ضعف البسط يا ماما. بتكذب ليه يا باهي؟ انا ما كتبتش خالص يا طنط. طيب ما كتبتيش ليه يا حبيبتي؟ اصل انا لازم يا ستي كانت مبهوره بالبلاد اللي ما شافتهاش قبل كده. مش ده السبب يا بابا. هيبقى ايه بس يا ريم؟ طيب على كل حال يا اولاد، انا استاذن دلوقتي ارجع للبيت اللي بقيت وحيد فيه واسيبكم تستريحوا. هتمشي تروح على فين يا سليم بيه؟ احنا ورانا شغل. متر دلوقتي عند العمدة وزمانه جايب اوراق. طب هستأذننا عشان استريح. عن اذنك يا بابا. ريم خديني معاك. بقول يا معاك استنى انت شوية. اسمع حسين، انت قلت لي لازم الشهادة والكلام الفارغ بتاعك ده، وقلت لك طيب، لكن السكة دي لا لا، دول اخرتهم السجن، وفهمها انت بقى. اوعى تكون بتتكلم جد يا معلم. طبعا بتكلم جد. هو اللي في السوق بيعرف هزار يا سي حسين. يبقى مش هتشوف وش تاني يا ابو. ومين قال لك ان انا عاوز اشوف وشك بعد كده؟ غور من قدامي، مش عايز اشوف وشك. ايه يا باهي مالك؟ في ايه؟ ابدا يا ماما، مفيش. مفيش ازاي؟
ده مش شكل اتنين ابدا راجعين من شهر العسل. ماما انا راجع عشان اشوف اللي ورايا هنا. يبقى خلاص لازم تحدد علاقتك مع ريم. وايه علاقة ريم باللي ورايا هنا؟ علاقتها ايه؟ علاقتها انها بنت سليم الدرمالي، شريكي وشريكك، وفي يوم من الايام هتبقى لوحدك مسؤول عن كل ده. الا بقى اذا اختلفنا معهم من دلوقتي. لا بس ارجوك يا ماما من فضلك، يعني ممكن ريم تكون بعيدة عن ده كله؟ باهي انا مش عايزاك تنسى لحظة واحدة ان انت ابن جولنار هانم لزغلي، يعني السيد على الكل بما فيهم ريم وابوها. وسيم الدرمالي في النهاية ده ايه؟ مجرد فلاح هو وبنته. لازم اعرف هي عملت معاك ايه. ريم بقت مراتي وانا هقدر اتفاهم معها. انا شم ريحة ضعف ما بحبوش. سلام عليك يا ماما. ضعف ايه بس؟ ما هو من ساعة ما وصلته وانت بتحاول تخبي، وهي كمان من ساعة ما وصلت وهي بتحاول تبين قدام الناس انها مش مبسوطة مع حضرتك. بقى بنت زي دي سيطر عليك يا باهي من اولها كده؟ انا ما حدش يقدر يسيطر عليا، وزي ما هقدر ادير العزبة هنا وكل المشاريع هقدر اتصرف معاها. وخرجت خضرة الشريفة على الهجن والدمع السائل. محروق. خرجت خضرة الشريفة على الهجن والدمع السائل. خرجت خضرة الشريفة على الهجن والدمع السائل. ايه هنرجع للطرش تاني؟ ايه بس يا زوب؟ ايه ما سمعتش؟ ايه طماجز ده؟ هلا هلا عشان تطرش كمان. انت مالك انت يا سمام البهايم؟ انت بتقول ايه يا قال؟ بتقول ايه؟ سيبك منه يا سمام، يلا يا دحروب يلا روح ابدا عشان سليم بيه معزوم عندنا النهارده. طيب هني جاي مدفع. ورايا ورايا يا سمام البهايم، ورايا مش معايا. دي جايبها منين يا زوبي؟ ده اللي لقيته، ده اللي راجل ولا ضل حياته. سمام. ايه؟ انا يبيني لمحت كده حد معدي وفي ايديه سلاح. سلاح وسمام هنا موجود. احنا مدام من الاول في امان. عارفه وده اتفاقي مع المحامي، كل شيء مترتب يا متر. يبقى سليم بيه هو اللي يخاف مدام مش احنا. هو فلوس احنا ولا ليه؟ حصل حاجة جديدة؟ لا بس ممكن. انا شايف مدام لو تفضي دلوقتي انت الكسبانة، لانه هيبقى بشروطك وكده ندعم البورصة. افض انا؟ لا هيلف على المشروع من ورايا، وده تعلم وانا فاهمه كويس قوي. ثم كل شيء دلوقتي اصبح من حق باهي. طبيعي مدام، طبيعي نورمال. صغيرة بتاعته املكها بتاعه. ابحث الموضوع اللي انا قلت لك عليه ورد عليا متري. ابونا سيرفيس مدام. مع السلامة. اورفوار مدام. اورفوار. ست هاني. ايوه يا عساكر. سليم بيه. خليه يتفضل. سليم بيه اتفضل. شكرا يا عساكر. اهلا. اهلا. اهلا يا متري. الو سليم بيه. كل شيء تمام، انا مسافر. وكويس قوي ان انا شفتك قبل ما تسافر. ايه خير؟ في احتمال هبوط اسعار القطن طالما الازمه مستمره. احنا مالناش دعوه بالسوق يا سليم بيه، احنا لنا دعوه باتفاقنا مع الشركه. ايوه بس ما تنسيش ان الشركه حطت شرط في الاتفاق انه من حقها الغاء العقد من ناحيتها وقت ما تحب. سجلت. مظبوط مظبوط. ايوه بس الشركه لحد دلوقتي مستفيده جدا. في الظروف اللي احنا فيها ما نعرفش بكره هيحصل ايه. على كل حاجه يا متري شوف لي الظروف ايه في مصر وبتصل بيها. ضروري ضروري جدا. بون شانس. بون شانس. اتدغل. مع السلامة. اهلا يا بابا. اهلا يا ريم. وحشتني يا بابا. وانت كمان يا حبيبتي. اهلا يا عم. اهلا. عساكر. ايوه ست هان. خليهم يحضروا السفرة. غدا جلال بيه الاول يا عساكر. انا اللي هعمله بنفسي. متشكرة. اتفضلي. على فكرة يا سيدي مين، أنا كنت لسه بتكلم مع متر في موضوع البورصة. أنا رأيي إن الشغل في البورصة دلوقتي خالص. بالعكس
الشغل في البورصه معايا بقى مضمون قوي. خلينا نشوف الاول اللي بيحصل في البطن وفي الارض واللي مرت عامل. طب بقول ايه يا عم، ليه حضرتك ما تنزلش بتقلك معانا في البورصه ما دام الوضع هنا مش مستقر؟ هو بابا مش له فلوس من الاول في البورصه؟ وبابا معاه ضمان لكل حقوقه يا حبيبتي. انا مش فاهم ايه لازمه السؤال ده دلوقتي يا ريم. جايز ياسمين بيه بتسال علشان تشجع الفكره. هو انتوا اتكلمتوا في الحكايه دي ولا ايه يا باهي؟ لا يا ماما، ريم ملهاش في مناقشه المسائل دي. مين قال كده؟ انا اللي قلت كده. سلام. مالك؟ النار بتقيد وتنطفي، بتنطفي من ناحية وتقيد من ناحية، والنار جوايا مش هتنطفي ولا هتنطفي جواك يا جلال بيه. وانا من الاول اللي ساعدت وما كنتش اعرف، هي دي غلطتك الكبيرة يا عساك. يا جماعة مش وقت المناقشة دلوقتي، أجلوا المناقشة دي لوقت تاني. السفرة جهزت يا ست. طيب يا زوبا اتفضل. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا عم. اتفضلي حضرتك. حاضر. اتفضلي يا ماما. ميرسي. انت ما قلتش لماما يا باهي؟ عن ايه؟ اصل انا لما كنت في لندن سالت عن حاله عمي جلال بيه. ايه؟ خديتي قوي كده ليه؟ لا ابدا ما هتخد ليه. وهو ميرسي قوي يا ريم، بس تلاقيكي انك ما خرجتيش منهم بنتيجه، كان لازم تاخدي معاكي تقرير من المستشفى. انا اخدت كل التقارير اللازمه من المستشفى قبل ما اسافر. ريم احنا مش قلنا مش هنتناقش في المسألة دي تاني؟ ليه يا باهي؟ من غير ليه يا ريم؟ اهو من يا جماعة ريم تشكر، ولو اني كان لازم تديني فكرة عن الموضوع ده. على كل حال ده لازم حصل في اليومين اللي قعدوا فيهم في مصر قبل ما يسافروا بره. ما انا كنت معاها، ما قالتليش ليه؟ انا فكرت ان ده هيساعدك. طبعا يا حبيبتي يساعدك، ما هو اللي يساعدك يساعده. ما قلتليش الدكاترة قالوا ايه بقى؟ الدكاترة قالوا ان الامل في الشفاء صعب جدا. صعب جدا؟ ايوه يا طنط. امال انت كنت فاكرة ايه؟ ان يكون في امل وماما تسكت؟ على كل حال يا باهي اللي حصل حصل بحسن نية. انت كمان يا ريم لازم تاخدي بالك ان المسائل دي فيها حساسية. فعلا يا بابا. طب ليه؟ ليه تعمل كده من ورايا؟ افهم. مش لازم تفهم دلوقتي يا باهي. طلعوا الحاجات دي في اوضه بابا. حاضر يا هادي. شاكيله دحوي. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ بلغ البنيه هتاخر شويه. حاضر استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. ماشي قوي على الهدايا يا ريم، وبتهيالي مفيش داعي تتاخري هنا. عايزه اطمن عليك من كله. اطمني يا بنتي، انا اللي يهمني انك تاخدي بالك من نفسك ومن جوزك. من جوزي؟ ايوه يا ريم، انا ما كنتش متصور ان العلاقه تتطور بينكم بالشكل ده وبالسرعه دي. انا بحاول ادخل في الدور الجديد. يا ريم تدخلك في موضوع جلال بيه اهانه ليهم فعلا. ده اتهام موجه ليهم مش اهانه. اتهام؟ اتهام ازاي بقى اذا كانوا الدكاتره بره قالوا انها مفيش فايده؟ الدكاتره بره قالوا في امل، وامل كبير قوي كمان. كلام ايه ده يا ريم؟ دي حاله ميؤوس منها. لا يا بابا، حصل تطور كبير قوي في جراحة المخ والأعصاب، والدكتور فؤاد أخو جلال بيه كان عارف الحكاية دي وقالها لجولنار هاني. طب إذا كان الأمر كده ليه قلت لهم إن مفيش فايدة؟ عايزني أدخل الدايرة المحرمة وأحكم على نفسي بالإعدام؟ إعدام؟ زي الدكتور فؤاد ما دخل الدايرة المحرمة وحصل له اللي حصل. كلام إيه اللي بتقوليه ده يا ريم؟ بابا أنا بكره الست دي. بتكرهيها؟ لدرجة اني قررت اني ادخل معاها في معركة، بس هكون صاحية لها. ما كانش لازم ابدا اوافق على الجوازة دي.
بابا على فكره انا مش بكره باهي، بالعكس انا بشفق عليه. انا وهو كنا زمايل، كنا دايما بنتمنى نكون مع بعض. كان عندي امل انه يتغير، لكن دلوقت مفيش فايده. انا مش فاهم انت بتفكري ازاي. انا كنت متصور انك عائلتي. وانا برضه، لكن اكتشفت ان اللي جوايا مش ممكن اتغلب عليه. يعني انا مثلا اتحرم عليا اني اتعاطف مع البني ادمين اللي مش من طبنا، لكن الاكابر وجلال بيه من الاكابر، وانا بقى هتعاطف معاه. دي مساله ما تخصناش، تخص باهي وجل نار هانم والدته، وتخصني انا كمان يا بابا. ريم انت مصره تعقدي المساله على نفسك وعليا ليه؟ ليه؟ ليه ما تقولش اني مصره ادافع عنك وعن نفسي؟ عيالي انا جبت له جنان من المركز اهو. جدع يا واد يا عادل، خد يا عزوزه فندم. ايه دي؟ الله، بعت علي جابه مخصوص على شاب. اعمل بيه يا مليزي؟ اجراه يا عزوزه فندم، عشان مرسي ما يقولش انك بطلت تجرى. اجراه اجراه عشان خاطر، اجراه اجراه يا عزوزه فندم. يمين الناس راحوا خلاص، انا كنت بقرا للناس. اقرا ليا والعالي. اني عايز اسمع الجورنال منك يا عم عزوز افندي. عايز تسمع الجورنال مننا يا علي؟ ايوه. حاضر يا علي، هقرا لك الجورنال يا علي. حل مجلس نجابه المحامين، ده اول عنوان. يعني ايه حلوه دي؟ يعني هيكمموا مختار ابني قبل ما يتخرج، هيخلوه اخرس. فهمت. وده مين اللي عمل كده في سي مختار؟ هما يا علي هما. انا عملت اللي عليا معاكم عشان خاطر تبعدوهم عن حسيب ابني، مش عشان خاطر تاخدوه معاهم. نعم يا سعاده البيه، هو اللي مش راضي يطلع اعترف على نفسه كده يا حسيب. خلاص يا سعاده البيه، ارموه في السجن، يروح في 60 داهية. مع السلامة يا سعاده البيه، مع السلامة. بقول ايه يا معلم، الحاجة كلها اتحملت فوق. مختار صاحبك ضيع ابني يا وش النحس. ضيع مين يا معلم؟ قول من وشي، قول من وشي. مش يا نوح، هروح اوضب لقمه ناكلها. قول بتوكلك على الله يا عم. ونعم بالله. بجد يا خالد المطاف يا جلال يا الف، ومن البدايه سيبني شايف ظهري قدامك، والحقيقه كانت فنونه زي ما الفن بالحياه. ده فنهم كده بحاول. طب ليه؟ يا سكت الحلحان هتفكيني، خفت من العار. بس سبتي ماشي ما يا رب كانت مرضك، بس كان يا رب انت زمزم، وانت في نهاية الالف فيه، والعالم حواليك ما يعرف الراحة. لكن كنت غضب وانا اللي فرط. بس يا بنت عارف امال ليه؟ ليه حرب الموت دي وبالغدر ده كله؟ ليه 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 الشر ده كله يا هان؟ ليه البني ادم يجنيلي بالشر ده كله؟ ده احنا في زمن اللي ما يدوس فيه هيندهس يا نوح. ايوه يا نوح، الزمن ده اللي ما يدوس هيندهس. الله الله الله، ما سبتش شيء لحد ما نشف يا نوح. ده كلام ده؟ الله، واحد بتكلم نفسك كمان. ايه ده؟ معلش سرحت شويه يا سند. احنا قلنا ايه بس؟ الارزاق بيد الله يا نوح. انت تاكل وتشرب الشاي، وبكره الصبح ان شاء الله ان شاء الله هنكون عند المعلم جاد.
هو زي جبالة بس من تجار الخردة التقال قوي. ايوه وايه بس طيب عنه شوية. طيب عنه شوية. والعلمك بقى انا هروح معاك المعلم جاد ومن زمان وكنت عايز اسيب المعلم جبال. لا يا سنة احنا مش هنروح للمعلم جاد. انت لسه برضو عندك امل في جبالة؟ الامل في ربنا لوحده يا سنة. احنا هنشتغل لوحدينا. لوحدينا؟ لوحدينا ازاي بس يا نوح جنب دول؟ دول غلان غلان يا نوح غلان. زي ما بدأ جبالة نفسه وسط الغلان أنا كمان هبتدي. انت ايه حكايتك يا عساكر؟ في ايه يا ست هان؟ انا قبل كده مش قلتلك اي حد تاني يعمل اللي انت بتعمليه ده؟ ثواب يا ست هان. ثواب؟ لازم يحس برضه اننا هو ما بيحسش بحاجه. انت ما بتفهميش. اهو قدامك اهو ميت ميت. حتى لو كان ميت الميت بيحس يا ست هان. عساكر انت جواكي ايه بالظبط؟ انت جواكي من ناحيتي ايه بالظبط؟ عايز افهم. بعد السنين دي كلها ولسه بتساليني؟ امال ليه ما قعدتيش تقولي غير اللي انا مش عايزه اسمعه واللي دايما بتحاولي تضايقيني ليه؟ هبقى الو ايه؟ ايوه يا مصر مصر يا ست الكل مصر. الو ايوه يا متري. ايه بتقول ايه؟ الشركه ناويه تلغي؟ طب اسمع يا متري انا مش عايزاك تبلغ الكلام ده لسليم بيه ولا اسمع انا عايزاك تبلغه بس مش بالكلام ده. عايزاك تطمن خالص ان الشركه مش ممكن تلغي ما لكنش ولا حاجه. انت تسمع اللي انا بقولك عليه وبس. انت دلوقتي تجيني حالا بعد ما تكلمه تجيني ومعاك صفقه اسهم جديده مطروحه في البورصه. عارفه يا متري ان مفيش وعايزاك تفهم اللي انا هقوله لك كويس قوي. مختار ابني في الحبس بقاله شهر. خفت المده تطول عليكم جيت ابلغكم. متشكرين يا ابني متشكرين كتر خير. تعبت نفسك يا ابني. تعبك راح يا ست ام مختار. انت ما تعرفيش مختار بالنسبه لي ايه. ده اكتر من اخ. ربنا يخليكوا لبعض يا ابني. يخليك لمصر يا ست ام مختار ويخلينا كلنا لمصر. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا ابني. يا رب. مع السلامه. يا كادر يا كادر. شفت يا عزوز شفت بقى مختار بقى له شهر مرمي في الحبس واحنا مش دارين هنعمل له ايه. هنعمل له ايه يا عزوز؟ خلاص خلاص مختار ضاع يعني. هو كفيله يعني مش هتقدر تعمل له حاجة. انا بايدي ايه هقدر اعمله؟ شوف له حد يا عزوز شوف له حد غيته. روح لجلال بيه. جلال بيه مين يا ابو مختار؟ جلال بيه الالفي موجود حتى لو عظم في جوفه يقدر يعمل حاجه. غيت ابنه غيته يا عزوز غيته. شوف له حد وان ما كانش اني اشوف له حد يغيته. حد يغيته يا ناس. مفيش غيره مفيش غيره يا ابو مختار. هو بس اللي يقدر يغيته. يا رب يا رب ارفع غضبك عنا يا رب. حسب يا سمام يا كرادل. لازم احنيه دي بدمك يا سمام. قتلت ابويا خميس يا سمام. لازم اقتل ابويا. لازم اقتل ابويا. سيب السيف سيف ايه في ايه في ايه؟ كانت هتقتل سمام يا بيه. ليه كده سلام؟ قتل ابوي قتل ابوي خميس. خدها للعمده سلمها المركز. اللي يروح المركز هو. ليه بس يا ست هاني؟ اخرس انت. السمام بيشتغل هنا وشغلته ايه بقى؟
يلا يا سلام، يلا امشي يلا روح. بس مش هفوتك يا سلام، مش هفوتك ابدا. الحقوني يا عالم، الحقوني يا ناس يا اللي في قلوبكم رحمه، الحقني يا جلال بيه، الحقني. ايه ده انت جننت يا ست دي؟ جلال بيه مين ده اللي هيلحق؟ مختار ابني هيضيع، انا في شده وما فيش حد غيركم، انقذوني. انت عايزه ايه يا ست دي بالظبط؟ مختار اتحبس من غير ذنب، مختار ما عملش حاجه. طب واحنا هنعمل لك ايه بقى؟ تغتوني، عزوز طول عمره خادمكم. مختار اتحبس ليه؟ ما اعرفش يا ست هاني، زميل بيقول انه عشان الاحتلال، ومختار ما عملش حاجه. ولا احنا لينا شان باي حاجه. قوم يا قلبي، الحقني يا قلبي، اتكلم يا قلبي، اتكلم. الحق مش ممكن يموت على طول يا قلبي. قوم قوم وشوف، شوف الطفل اللي هيغرقنا. سيبك ماشك زي الهارم، زي متري، زي سليم الدرعمالي، زي عارف العمدة، وزي اللي زيهم كلهم بيبيعوا كل شيء. ابني مختار، مختار ابني معوه في السجن اللي غصبوه، وعزوز حبيبك متحاصر، متحاصر من الجهات الأربعة، كثير ومتحاصر يا قلبي. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت اللعنة اتصرف معاه. سامحه يا ست هاني، ده بس من حزنه على ابني. من قبل ابني هو ده في قلب بلد يشتم؟ ده اكيد الجاني المسكين ده، ومش ممكن ابدا نسيبه من غير ما يتعالج. فعندك يا ست هاني، فعندك ما يبقاش مختار وعزوز. مستحيل اللي بتعملوه ده، مستحيل. ليه؟ انا هكلم المركز دلوقتي يا باهي علشان يبعتوا ياخدوه يتعالج، او ابلغ العمده وهو يتصرف. ما حدش يقرب للخماتي. بقول لك ابعدي من هنا بدل ما نهدها على دماغك وندفنك تحتيها. ادفني يا سماه، ادفني، بس مش هتحرك من هنا. ادفني يا جتال البطلة. قلت لك غوري من هنا انا حاضر. ايه وعيدك عني؟ ارفع ايدك انت وهو. يلا امشي. ايه ده؟ اذا كنت سمحت ان القاتل يعيش وسطينا هنا تحت سقف واحد، فانا هسمح لنفسي ان بنت القاتل تعيش معايا هنا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ريم؟ اتكلم انت بقى يا ياسمين بيه. اطلعي بره يا بنت انت. اذا طلعت بره انا هطلع معاها زي ما تحبي. اتفضلي معاها. ماشي يلا بره بره يا بنت بره. هتتخانقوا مع بعض عشان بنت زي دي؟ بس صدقني خلصنا من ابن الغزيه عشان تجيب لنا غزيه هنا وتفرضها علينا. يلا يا ريم مشيها دلوقتي وبعدين نتكلم. لا مش همشيها يا بابا. بقولك مشيها يا ريم. اطلع بره يا بنت بره. اوعى تسيبي يدك كده. ومين اللي قال لكم اني رايده اقعد معاكم؟ لا هني ما اقعدش معاكم، هني هروح هناك، هناك يا ست ريم، في خيمتي وخيمه ابويا اللي قتلوه. هيقرب مني او من الخيمه هقتله. هني هقعد لكم ومش ماشيه، الزمن طويل. استني سلامة. انت بتعملي ايه يا ريم؟ انت نسيتي نفسك تاني؟ لا يا بابا ما نسيتش نفسي، بس ما كنتش اعرف ان الزوات اللي زينا كده يسمحوا ان القاتل يعيش وسطيهم وما يسمحوش لبنت زي دي. حكاية القاتل دي اللي ماسكاها. اسألي نفسك يا هاني. انت اتجننت يا ريم؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انا عقلت يا بابا. انا شايف ان مفيش داعي انكم تتناقشوا دلوقتي. بقول نسيبها لحد اعصابها ما تهدى وبعدين تبقى تتفاهم مع باه. اتفضل انت معايا دلوقتي. وبين عاوي عساك. حاضر يا ست هاني.
معلش يا سليم بيه، هو كل اللي بيعانوا منه دلوقتي الاوضاع اللي كانت هنا قبل ما اجي، الاوضاع اللي عملها جلال الالفي. ايوه والله انا خايف اقول انهم بالشكل ده مش ممكن يستمروا. لا لا يا سليم بيه، اوعى تفكر ولو للحظه واحده في اي شيء زي ده. ده انت اللي قلت لي ان احنا لازم نساعدهم وتعايدنا على كده. المهم انت قلت لي ان في اخبار مهمه علشان هي ايه؟ متر اتصل بيا. خير؟ الشركه رغم ظروف السوق المتدهوره مش هتلغي العقد على المدى الطويل، ده اللي فهمه متري. هايل، دي اخبار عظيمه فعلا. انت كده دايما يا ياسمين بيه، ما بتجيبليش غير الاخبار اللي بتفرحني. ده انا كنت فاهم ان متري سبقني وبلغك. لا ما بلغنيش، يمكن استنى لما يجيني باخبار من البورصه ويبلغني عنها بالمره. بكره هتندم. نندم على ايه؟ نندم على اننا مريحين دماغنا؟ لا جار هيتلغي ولا محصول هينبيعه برخيص هامليجي، وهي ميه مستريحه لحد ما نشوف ايه اخرتها. النهارده حسنين، لكن بكره هيبقى شكله ايه؟ البه والهانم بيتعاملوا مع خواجات، ومعامله الخواجات مضمونه، وهو الغلا اللي في الدنيا دلوقتي مش من الخواجات، واللي شفناه قبل كده مش منهم ولا نسيته؟ انت بتتكلم زي اللي اتكلموا وضاعوا. ما خلاص الطوفان جه وانجلك الطوفان، حط ابنك تحت رجليك. الحقوا يا ناس، الحقوا يا بلد. سيبوني يا بلد. مليجر يا مليجر، راجل اتجنن يا مليجر، ابعد. اوعى هتقتل. سيبوني، امسك هالة. سيبوني، امسكوا هالة. سيبوني يا كلاب. شايفين وساكتين يا بلد؟ روح يا ظلمة. يا ابني ستوتة بقول لك امشي برا يا ابني ستوتة. الراجل اتجنن، لازم يروح السرعة السافرة.